ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. داهمت السلطات المحلية والأمنية بمدينة أكادير اليوم الأحد حفل زفاف أقامه أصحابه بحي صنابة في تحدي للتدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. وفي التفاصيل، أكد مصدر جريدة أخبارنا الإلكترونية أن قائد الملحقة الثالثة صنابة بأكادير ومصالح ديمومة الأمن الوطني بالدائرة الأمنية السابعة بن سرقاو تنقلوا إلى عين المكان للقيام بالمتعين بعد التوصل بمعطيات حول تنظيم حفل زفاف سري بالحي المذكور. ويضيف المصدر أنه تم توقيف العريسين قصد الاستماع إليهما في محضر رسمي بناء على تعليمات النيابة العامة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.